ضيف فريد على قناة ألفا سبريس هو خريج برنامج ستاند أب 2022 هو إبراهيم أي تهدي. مرحبا بك إبراهيم على ألفا سبريس. الله يبارك فيك خويا فريد، تبارك الله عليك. تبارك الله سي فريد، نورتينا في هذا المجيء ديالك عندنا. شكرا لك بزاف، شكرا لك على تواضعك بكل تواضع. بكل تواضع. قول لي يا سي إبراهيم، الجيل ديالك في برنامج ستاند أب، حنا كنعرفوا أنك أنت يعني ممثل أمازيغي مسرحي، يعني قبل ما تمشي ستاند أب كي جاتك التجربة ديال ستاند أب؟ هي واش بغيتي الصراحة؟ الصراحة ولا النفق المغاربة؟ لا الصراحة. تجربة فاشلة بكل المقاييس، تجربة فاشلة بكل المقاييس، مع احترامي لكل الناس اللي خدامين في ذاك البرنامج وكل المشاركين اللي شاركوا معنا في البرنامج، ولكن انا بالنسبه لي شخصيا كانت فاشله. ما ضاف لك والو هذا البرنامج؟ ربما خدام مني البرنامج اكثر ما ضاف لي، خدام مني الوقت وخدام مني بزاف ديال المسائل يعني خدام مني اكثر ما عطاني. هذا هو اللي بغيت نوصل لك. امين يعني باش دوزتي البرنامج ما شفناش شي عمل فني لا تلفازي ولا مسرحي. يعني هذاك الشيء علاش قلتي كاودي راه تجربه فاشله، يعني يكون كانت تجربه ناجحه كنتي غادي تشوفها. ولكن يعني وصلت انا واحد المرحله في حياتي الشخصيه اكبر الفنيه، وليت كنحسب الخساره بالنسبه لي ربح، ولهذا خدمت على ذاك الفشل وكنواعد الجمهور بعمل فني ان شاء الله. قلتي لي كتوجد في عرض فكاهي؟ نعم ان شاء الله، واحد السبيكتاكل اللي كيدوي على المعاناه ديال الشباب المغربي، الناس اللي عندهم شواهد، الناس اللي عندهم يعني عندهم كفاءات، عندهم ما يقولوا، ولكن للاسف ما خداوش الفرص ديالهم. داك هو الموضوع اللي كنعالج ان شاء الله في السبيكتاكل ديالي ان شاء الله، اللي حاليا في طور الانجاز، يعني ساليته في الكتابه، يعني بحكم انا كنشتغل بوحدي في الكتابه وكذلك في التدريب، يعني المقر فين كندرب فقط واحد عقلتي ماشي تظهر الشباب ديك لاكاب ديال بحال لاصين تماك فين كدرب؟ نعم كدرب، واخد راحتي تما احسن من دار الشباب، احسن من المركب الثقافي. قلتي لي السي ابراهيم في هاد العامين درتي واحد المشروع بسيط اللي هو انك يعني كتعجن الخبز وكتبيعو، يعني قلتي انا ما كلتش طرف خبز في الميدان الفني وهما نصوب الخبز باش ناكل طريف ديال الخبز. ولكن كانت صدمه قويه، كانت صدمة قوية وكانت البوطة يا حبيبي يا حبيبي زادوا نعسنا فقنا وكان البوطة 1000 ريال، يعني 10 دراهم زيادة في البوطة. شحال كتستعمل من البوطة؟ هو هذا هو المشكل اللي عندي أنا دابا، ما عنديش المشكل، ما عنديش الإشكال في الفرنك مزيود، عندي المشكل مزيود عليه 40 درهم في النهار، يعني كتجي أنت يعني 4 البوطات في النهار، يعني عندي 24000 ريال في الشهر. قيمت الكره ديال المحل قيمت الخلصه ديال السكريتي واحد الوقت ديال الاساس ديال الموبل، وللاسف الشديد يعني ما فهمش اخويا الضمير ديال الناس اللي كيزيدوا هاد الزياده هادو، الله يهديهم. هذا هو اللي غادي نقول لان علاش يعني ليست هناك ضمائر اللي غدوي معاها، هذا هو المشكل. مع من غتهضر؟ مع من اللي من غتقول اح راك لي الدقه ما كاينش فيها يسير، راه اللي شاف الدبر عينك غيورك عليها، الا من رحم ربك الا اعمم، لان لا يعني المساله ديال التعميم راه الجاهل هو اللي كيعمم. ناس بدون ضمير اصاحبي، ناس بدون انسانيه، اغلبيه ديال المسؤولين تجردوا من الانسانيه ديالهم، يعني من بعد زادوا في الدقيق الخميره البلبوله دابا تجي يعني خص المشاهد الكريم ولا الناس اللي كيشريو الخبز، الناس يعني اللي كيقولوا الخبز حكا، راه ماشي فقط البوطه اللي تسالت، راه جميع المواد اللي كنستعملوا في الخبز كلها مزيوده. البلبوله واحد الوقت كانت ب 70 درهم ولا دابا ب 2600، النخاله كانت ب 100 درهم ولا دابا 2600، يعني جميع المواد، الدقيق حتى هو كان ب 1600 ولا ب 1900 درهم. وانتم باقيين كتبيعوا الخبز بدرهم؟ وحنا كنا كنبيعوا نيت الخبز ديال بالصحراء، ما كيهمش المشكله حتى القضيه متشوره، ولكن الحمد لله الحمد لله على كل حال، لان بنادم مادام ان بنادم فاق وقف على رجلي حل عوينته الحمد لله على كل حال. هذا هو الاشكال اصاحبي، راه غدوي على هذه وغتفكر هذه، لان ملي كتزاد البوطه راه اوتوماتيكمون ياك هي هذيك
اوتوماتيكمون فيزيكمون كيتزادوا مسائل اخرى معاها، لان البوطه دابا كنشعلوا بها الفران كنطيبوا بها الخبز، يعني ديك المساله اللي غادي تتباع غادي تزاد حتى هي. وفي لي السي ابراهيم باننا صافي طلع لك الدم وهذا المشروع باغي تحيدو. واخويا ما نكذبش عليك، وما نكذبش عليك، اليوم اخويا نهز القفل نلوحو على هذا المحل ونهز كبوطي ونمشى خويا نقلب على منديل. وانا نكذب عليك، الريال ما بقاش الخبز ما بقاش فيه طرف، ولينا خدامين على الكرا وخدامين على مول الدقيق صافي لا اقل ولا اكثر، يعني نمشيو نقلبوا على ما نديرو. حتى حنا كنديرو في الحلقه في ساحه الهديم ولا في جامع الفنا، وغادي يجيب الله التيسير وخدامين على مول البوطه لو تعجن الخبز تبيع الهضره. اخر رساله للسي ابراهيم اودي، او اخر رسائل، واش هي رسالة؟ اعتبرني فيها كثور، اعتبرني فيها كثور، وانا ودوزتي هذا الميساج الرسالة اليوم لمن؟ لمن ما بغيتي؟ هذوك اللي زادوا في البوطة انا ما طلبت حتى شي حاجة، اتقوا الله في هذا الشعب الطيب.